يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ أتمنى تكونوا بخير وكله زي الفل. معاكم زميلكم أحمد سامي. أنا عندي قناة على اليوتيوب زي ما أنتم شايفين على الحلقة دي إن شاء الله، وبعمل فيديوهات ومونتاج وشوية حاجات للفيديوهات الخاصة. فطبعا بناء على سؤال من بعض أصدقائنا في القناة وأصدقائي الخاصين، إن هم عايزين يعرفوا أنا إزاي بعمل مونتاج للحلقات بتاعتي، وإزاي بضيف الدخلات والخرجات والحاجات اللي بتغمق، وزي ما انت هتشوف دلوقتي الحاجات اللي بتظهر وبتختفي والكلام ده كله ببرنامج. انا بستخدم برنامج سهل جدا، يعني فوق ما تتخيل، اسمه اوبن شوت. البرنامج ده انا هشارك معاكم في الحلقات اللي جايه دي كل حاجه انا اعرفها في البرنامج وكل حاجه انا بستخدمها، وهسيب لكم بعد كده مخيلتكم انتوا تنطلقوا جوه البرنامج وتكتشفوا الباقي. فعلا البرنامج بيعمل كل شيء انت ممكن تتخيله. انا عايز منك في الحلقات الصبر، يعني لما تتفرج على حاجه بعملها يا ريت تصبر على نفسك شويه، لان انا هتلاقيني بشرح لك حاجات صغيره وتفاصيل صغيره مش هتلاقيها في فيديوهات تانية. يعني انا ولله الحفظ، يعني انا بحاول اشارك على قدر الامكان المعلومه كامله، مش 5 دقايق فيديو عشان الم مشاهدات. انا ما يهمنيش المشاهدات، انا يهمني ان اللي يتفرج على الحلقه فعلا يستفيد ويحس انه خرج منها بفايده. عشان كده احيانا انا بكرر وباكد على المعلومه اكتر من مره علشان تستقر. التكرار بيعلم مين؟ شطار طبعا. علشان كده انا هشارك معاكم اوبن شوت خطوه بخطوه، هنثبت البرنامج ازاي، ايه هي شكل البرنامج، الواجهه بتاعت البرنامج بتتكون من ايه، هنقطع الفيديو ازاي، نحط الدخلات ازاي، واحط الصوره ازاي، واركب اوديو ازاي، اعدل الصوت واوطي الصوت، والعب في الاوكلايزر، وانا دي جي والحاجات دي كلها. هنشارك مع بعض الكلام ده كله، ويا رب ان شاء الله يعود عليكم بالفايده. وهتبقى سلسلتنا دي ان شاء الله بعنوان نفذ مونتاج فيديوهاتك بنفسك مع زميلكم احمد سامي. وليا الشرف طبعا ان انا اشارك معاكم كل اللي اعرفه من معلومات، لان ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخر، وربنا يجعلنا دايما في عون بعض. اول حاجه هنعملها هنتوجه للموقع بتاع البرنامج، وهنعمل داونلود للبرنامج بتاعنا من هنا. هيبدا الداونلود بتاعه دلوقتي، هتختار له مكان، انا اصلا محمله مسبقا، كنسل، واروح نسطب مع بعض الابلكيشن ونشوف هيبدا ازاي. ادي الابلكيشن بتاعه هيبدا يتسطب، طبعا بيسالني على التسطيب. نبدا، يلا بينا. اللغه اختارها زي ما انت عايز، مش عارف عربي ولا لا، بصراحه ما جربتش. فيش عربي، خليك انجليزي بقى. لا، في عربي تخيل، بس على العموم انا هشتغل بالنسخه الانجليزي عشان ما انا اسف يا جدعان يعني، فخلينا ايه في الانجليزي. ماشي، نبدا انجليزي. ادي السيت اب بتاعي، طبعا لازم اوافق على الاتفاقيه، اكسبت اجريمنت، نيكست. بيختار المكان اللي هحط فيه الابلكيشن، مفيش مشكله، المكان ده كان موجود عندي قبل كده، فاقول له عادي كمل. شوية الإعدادات، كريت ديسك توب شورت كات، طبعا عشان يبقى عندي ديسك توب يبقى سهل. أسوشيت أوبن سورس فيديو، ماشي تمام مش مشكلة. أد إكستنشن، خلي كل حاجة باي ديفولت، ويلا بينا انستول. أنا بعتذر، شوية برد مش أكتر. البرنامج هيتسطب بعد كده مع بعض إن شاء الله. هنبدأ البرنامج عشان هنبدأ من الحلقة اللي جاية، نخش واحدة واحدة في البرنامج ونعرف تفاصيله شغالة ازاي، وان شاء الله يبقى سهل عليك انك تستخدم البرنامج ده وتعمل مونتاجك بنفسك. لانش اوبن شوت، نفتح الاديتور مباشرة، ننزل بقى كل الحاجات دي مش عايزينها. والاوبن شوت المشكلة الوحيدة اللي انا شفتها فيه بصراحة ان هو بيستهلك من الريسورسز، يعني حتى لما بيشتغل هتلاحظ ان الجهاز بتاعك بيشتغل. يعني ادي البرنامج بتاعي، يلا بينا بس نفهم تفاصيل البرنامج علشان بعد كده نبدا مع بعض نشرحه. عندك ادي المنيو اللي فوق، فايل، نيو بروجكت لو هتعمل نيو بروجكت غير ده، اوبن بروجكت لو عندك بروجكت موجود، ريسنت بروجكت عشان كان عندي مشروعات قديمه فلسه ظاهره عندي هنا، سيف بروجكت از، امبورت فايلز لو انت عايز تدخل ملفات في المكان ده، امبورت فايلز من هنا، وبتختار الفايل اللي انت عايز تدخله. مثلا نروح عند داونلود ونقول له انا عايز اعمل امبورت للفايل ده، واقول له اوكي، هتلاقيه ظهر عندي في الشاشه دي. دي الشاشه اللي موجود فيها البروجكت فايلز، دي شاشه الملفات بتاعتي، اي ملفات هتعامل معاها بتجيلي جوه الشاشه دي، مكتوبه حتى تحت بروجكت
files. Transitions دي الدخلات والخرجات اللي انت بتحب تعملها في الشاشة بتاعتك، مثلا اللي هي تنور قبل ما تخش وتقفل لو انت خارج والكلام ده كله. الافكتس دي مجموعة الافكت او التأثيرات اللي انت عايز تعملها على الفيديو اللي انت شغال عليه. الفيديوهات الخاصة بالصوت هتبدأ من اول هنا، من اول نويز لحد الاخر، دي فيديوهات التأثيرات الخاصة بالصوت. الجزء اللي فوق دي التأثيرات الخاصة بالفيديو والصور بالفيديو. خلينا في البروجكت فايل في الوقت الحالي. عرفنا ادي من فايل الامبورت، شوز بروفايل مجربتهاش قبل كده بصراحة، امبورت بروجكت لو انت عندك بروجكت عايز تجيبه من مكان ما XML او كلام من ده برضه انا مشتغلتش عليها قبل كده. اكسبورت بروجكت دي انا بنشرحها لما نخلص فيديو ان شاء الله. كويت تخرج من البرنامج. اديت طبعا ده الهيستوري بريفرنسز، الحاجات دي انا مش هكدب عليك انا مشتغلتش عليها اصلا، انا كل اللي بستخدمه في البرنامج بشكل يومي هو الجزء ده البروجكت فايل. بروبرتيز دي هتظهر معاك لما تدوس على ابلكيشن موجود هنا. هنبدا نشرح الجزء ده، احنا اتفقنا ده بروجكت فايل ترانزيشن افكت، دي الشاشه اللي هيظهر لي فيها البريفيو بتاع الفيديو وهو عشان يتعرض لما بيتحط. دي مجموعه ايموشنز هم عاملينها عشان تضيفها للفيديو بتاعك بدل ما تروح تحمل حاجه اس في والكلام ده كله، او تجيب بي ان جي صوره بتجيبها من هنا. مثلا قول هناخد ده، بتسحب زي ما انت شايف وبتحطه تحت هنا. لو انت عندك الفيديو جاهز بتحط الفيديو هنا، ده التراك بتاعك ظهر عندي الفيديو هنا. لو شغلته هتلاحظ ادي العداد بتاع الوقت، وادي عندي العلامه اللي بتبدا تتحرك معايا للفيديو، وادي الفيديو شغال. دي المقدمه لحد ازاي بحط الفيديو على التراك بتاع الفيديوهات. ان شاء الله من الحلقه اللي جايه هنبدا نتعامل مع التايم لاين ونعرف ايه الحاجات دي وبتعمل معانا ايه. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، واعمل مونتاجك بنفسك مع احمد سامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.